FM. الكلمة ليك. الجزء الأولاني اللي متعلق ب بين ظفرين الإنجازات. هاوش عملنا في المئة يوم. ناقصاته حاجة. شو ناقصاته؟ ناقصه يقولنا ما الشيء اللي عمله ونوصل به ونوصل. هل حسن الوضع ولا ما حسنش؟ احنا ما خرجش بالسنتجات. لأنه واقعيا حتى ولو كان سي حبيب الصيد عمل بعض إجراءات أو جملة من الإجراءات، احنا نعتقد أن النتائج ما هيش إيجابية. إذا تنحي جانب الأمني وين ثم عمليات أمنية ناجحة رغم لكونها ما زالت مرتقاتش إلى مستوى أنها تقضي على المخاطر بتاع الإرهاب محليا وفي علاقة بالوضع الإقليمي، ولكن فيما تبقى شو الوضع عند الاقتصاد؟ أضعف نسبة نمو من عام 2012 1.7. نسبة نتاع التداين زادت طلعت. العجز معناها نتاع الميزانية، الميزان معناها التجاري، النسبة معناها نتاع البطالة، وهذايا انعكس على مستوى حالة التوانسة معناها بشكل معناها عام. وأنا رغم النسبية معناها نتاع عمليات صبر الأرام على الأقل نجم ننظروا لها كمؤشر وبرا كإشارة صبر راح حول ثقة التوانسة كان في المرتبة الثالثة هو بعد مهدي. لا أنا ما نحكيش على الأشخاص. 88% من التوانسة يقولوا الوضع الاقتصادي مش باهي. 73% يقولوا الوضع الاجتماعي مش باهي. 70.4% ماشيين في ثنية غالطة. 66.8% ما همش معناها راضيين. هذا الوضعيه. الاحتقان الاجتماعي في شهر فيفري كي زار السي حبيب الصيد ما كانش ثم الاحتقان الاجتماعي بالدرجه اللي هي معناها موجوده. انا اعتقد وانه بالنسبه لل 100 يوم الاولى هذه اللي هو السي حبيب الصيد قال قيموا العمل نتاعي بعد ال 100 يوم ما وصلتش مرتقاتش المستوى اللي يستجيب للحد الادنى اللي قاعدين يطالبوا به التوانسه. بعباره اخرى يخلق لهم الامل، يرجع لهم الثقه، ويخفف من اعباء الازمه اللي هما قاعدين عايشين. هل سي حامل همام في 100 يوم يمكن باش نرجعوا الامل ونخلقوا ثقه في 100 يوم فقط؟ الامل ترجعوا في 100 يوم، خاطر الامل كيفاش يجي؟ هو الامل ماهوش باش يجي كان فقط انك وقت تكمل تحل المشاكل، وقت يشوفوا عندك ثنيه ماشي فيها. ثنيه المشكله الكبيره ياسر الثنيه، لانه وقت اللي جا سي حبيب السيد ما عندهاش ثنيه؟ ما عندهاش، عندها ثنيه غلطه. ثنيه هي الثنيه الغلطه. ثنيه الغلطه وقت اللي واصلوا في نفس السياسات السابقه. وانا اللي قلقني برشا الخطه الثنيه الاقتصاديه اللي ماشيين فيها اللي هي معروفه راهي عمل على القروض، عمل زيد فهمت منها في الضرائب، خمن كيفاش نحي فهمت منها دعم، وهلما جرى من الاجراءات هذيك هذه دفعت الشعب التونسي باش يثور على بن علي. ونحن شفنا الحكومات متعاقبه ماشيه في نفس السياسه. اي اخي كنت ناوي تواصل في نفس السياسه مش توصل لنتائج منها اخرى. اذا هذا هي المشكله. وقت اللي تبدل الثنيه، وقت تبدل طريق، وهني قلت لك انا التوانسه 70.4% يقولوا ثنيه غالطه. النسبه هذه اش توري؟ توري وانا اللي قالته الجبهه الشعبيه من النهار الاول رانا ما بدلناش الطريق. والطريق كيفاش باش تبدله؟ باختيارات كبرى. احنا تحدثنا في الجبهه الشعبيه على مشروع وطني كبير. اكل العناوين الكبرى اللي هي ولكن تتهموا انتم كجبهه شعبيه من قبل الجميع الحقيقه. جميع الاحزاب اللي موجوده في الحكم ولا حتى خارج الحكم على اساس انكم انتم وجيرشي لا بتيت بيت، انكم انتم معناتها ديما تحطوا العصا في العجله، ديما ضد كل شيء، وما تجيبوا ما تقدموا حتى شيء، ما تقدموش مشاريع. ماذا بينا نحبوا نفهموا، وخاصه اربط لي هذا بال هل وثيقه موجوده مش موجوده؟ الوثيقه اللي خارج موقع وكانه بروسيد عملتوه للحكومه قبل ما هي تقول نحكيوا على الوثيقه. اما خليني ساعه نجاوب على الاستاذه. انا نحب منين جابوهم صبر؟ لا سامحني، صبر الاراء. صبر الاراء منين جابوه؟ وقت يقولوا 66.8% غير راضين، اثنيه غالطه 70.4، الوضع الاقتصادي مش باهي 88، الوضع الاجتماعي مش باهي 73. هاو يوريك الجبهه الشعبيه هي اقرب الاحزاب السياسيه للتوانسه وللناس. السونداج هذا ما انصفكش انت كحمد ما يهمنيش، وخرت شويه. شو اسمع، انا ما يهمنيش في شخصي، انا يحطونيش حتى انا يحطونيش حتى الاخراني. لا تهمني شعبيه فارغه ولا شعبيه مركبه ولا اي شيء. اللي حاجتي انها مشاكل تونس ومشاكل الشعب التونسي نمشوا في اتجاه الحلال. لاني كنت النجم نعمل راهو او الجبهه الشعبيه نعملوا خطاب فارغ ونتاع يا توانسه افرحوا، يا توانسه كذا ويا توانسه كذا، وتنجم تطلع به شويه الشعبيه نتاعك
ولكن مش هذاك اللي مشي في تونس وهذاك اللي مشي في معناها الشعب التونسي. بالعكس الجبهة الشعبية راهي قدمت برنامج فيه 250 صفحة وفيه الرؤية معناها نتاعها. كنا قدمنا ميزانية بديلة، ولكن المشكلة هي الناس اللي اختلفوا معنا اللي موجودين في الحكم أو فيهم شكون معنا خارج الحكم يختلفوا معنا في البرامج. الشيء اللي يعمل بمن يعتبر اللي كان ثم كان برنامج وهو برنامجك أنت، يما يعتبره برنامج خيالي، يما يعتبره مش حالم، يا مش منها واقعي، يا يقول لك راهو برنامج هذا ما نجمش منها يتطبق. إذن الخلاف البرامج، الخلاف في البرامج والتصورات، الطريق اللي طرحينه نحن هو طريق آخر. احنا طرحنا مسألة أساسية بالنسبة للشعب هذايا، ثار يحب توزيع جديد للثروة هكا ولا أي إذا مثلا في الريف اشترحوا باش يصلحوا الأوضاع اللي موجودة في اللي موجودة في الأرياف. احنا طرحنا لهم سي حبيب السيد ناقش معاه ينحيك المديونيه، 88 الف فلاح يعانيوا في 350 مليار من الليب، تنحي لهم خليه يرجعوا للحركه الاقتصاديه، خليه يرجع ينتج. لا اما وقت يجوا يعملوا عفو جبائي على الحيتان الكبيره اللي تاكل في فلوس الدوله يعملوها العفو الجبائي. كاب اف ام الكلمه ليك.